الأطفال أصبحوا متشككين فيما يحكيه لهم أباؤهم وأساتذتهم في المدرسة. بمعنى آخر، لن يأخذوا كلام الكبار على أنه أمر مفروغ منه بعد الآن، أو ربما لن يصدقوكم حتى يتأكد. هذا التشكك يشعر به الأطفال منذ سن السادسة، وفقاً لدراسات أجراها باحثون من جامعتي تورونتو وهارفارد. بحسب الدراسة، يميل الصغار إلى التحقق مما يقال لهم بأنفسهم، إما عن طريق طرح الأسئلة والبحث بطريقتهم عن معلومات أكثر تؤكد أو تنفي صحة كلام الكبار. ومع تقدم الأطفال في العمر، تزداد شكوكهم فيما يخبرهم به الكبار، خاصة إذا كانت لا تتفق مع منطقهم الخاص ورؤيتهم للأمور. خبراء علم النفس يشجعون الأهالي على دعم فضول الأطفال والاستماع إلى المنطق، والأهم ألا يكونوا سلبيين تجاه أفكار الآخرين أيا كانوا. لأنهم أهلي وأمي وأبوي اللي بيحكوا لي بصدقهم. أنا بسمع كلامهم دائما وهم بيحبوني وعشان يضلوا راضيين عني. بحب دائما أكون مرضي عليها، وأنا بحبهم كثير، وأمي وأبوي أنا راضي عليهم بيحكوا لي إن شيء لازم أرد عليه عشان بدون مصلحتي. أنا بحب أمي وبعطيها مصاريتي، وكل يوم بطلع أشتري الأغراض. هل أطفالنا الآن أصبحوا أكثر ذكاء ولا أقل ثقة؟ أنا أظن أنه أطفالنا أصبحوا أكثر ذكاء، مش بس لأنهم صاروا شكاكين، بس لأنه النظم التعليمية الجديدة أصبحت تحفز عند الطفل فكرة البحث والتأكد وتمحيص المعلومة قبل قبولها. فإذا كان سؤالك هل هذا معناها أن سلطة الأبوين انخفضت، أنا أكد لك أن سلطة الأبوين انخفضت من فترة طويلة قبل ما تظهر هذه الدراسة. دكتور أسامة، يعني من إحنا صغار بنسمع جملة بس تكبري رح تفهمي اللي بقولك عليه، وبس تكبري رح تستوعبي اللي بقولك عليه. هل الطفل بعيش في حالة تحدي مع أهله بعمر معين ومن ثم يصل إلى سن يصدقهم؟ في عمر معين، وخصوصا لما تبدأ المدارس، تبدأ تتحول العلاقة بين الطفل والأسرة إلى علاقة أكثر سطحية، لأنه هو رح يكون على الطرف الآخر مجموعة حتى يسموها جانج، يعني عصابة، وهذه المجموعة في فترة من الفترات وخصوصا في فترة المراهقة تصبح أكثر أهمية من مجموعة الأسرة وسلطة الأسرة. اللي حدث الآن بسبب الاختلال الاجتماعي اللي صار خلال السنوات الماضية ثم جاء أحد كورونا، سرع من قدرة الطفل على أنه يأخذ قراراته الشخصية بعيدا عن تأثير الأسرة. ثم يجب أن لا نهمل أنه نفس الوالدين تخلوا عن هذا الدور في فترة من الفترات، لذلك أصبح أطفالنا مثل ما تلاحظوا يتكلم باللغة العربية الفصحى لأنه بيتفرج الكرتون باللغة العربية الفصحى، أو بالعكس يتكلم باللغة الإنجليزية لأنه مدرسته كلها بتتكلم باللغة الإنجليزية. طيب دكتور، ما دام الأطفال أصبحوا أكثر ذكاء، ما الذي ينصح به الآباء؟ دعم فضولهم، الاستماع لهم، ماذا تنصح الآباء يا دكتور؟ جدا جدا، احنا الآن في مرحلة نستطيع أن نكسب جيل واثق من نفسه، يسأل عن كل شيء، يتقبل الثوابت إذا عرف أنه هي ثوابت، لكن يسمح لنفسه أن يتساءل في الأشياء القابلة للتساؤل. إذا أعطيناهم كل الحقائق بأسلوب اسمع الكلام عشان أنا أرضى عليك، هذا الأسلوب الابتزاز العاطفي اللي تمارسه بعض الأمهات، رح ينتهي بهم الأمر بعد فترة حتى رضا الأم يخسروا. أنا جدا أشجع المدارس وأولياء الأمور اللي يخلقوا هذا الفضول عند الأطفال، أو على الأقل يعززوا طريقة قمع فكر الطفل، رح تنتهي به منه أنه يكون طفل مطيع بالنظرة الاجتماعية، وممكن يتخرج من جامعة لكن لا يستطيع أن يتطور لا اجتماعيا لا علميا ولا حتى ثقافيا.